الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام النكاح فعقد لها كتابا. ووجه كونه كتابا لأن هذا الفصل لا تعلق له، أو لأن هذا المبحث لا تعلق له بما قبله. والعلماء يعقدون الكتاب والفصل والباب، فالكتاب هو الذي يكون لا تعلق له بما قبله وليس مبنيا عليه، فإن بنى عليه جعل فصلا أو بابا تحته. يقول الشيخ: يسن أن يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا. أما كونه سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يدل على أن هذه السنية هي لمن كان عنده حاجة إليه وباعث يرغب به، ولذلك قرنه بالوصف الغالب المقارن له وهو الشباب. ولذلك قال المصنف: يسن مع شهوة، أي لمن كانت له شهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزواج هي سنة المرسلين، وأن من تبتل فليس منه صلى الله عليه وسلم، في النفر الثلاثة الذين سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقال عمله. فقال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. ثم ذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج النساء، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه. وقوله يسن عبر المصنف بالسنية لأن أعلى درجات الندب السنية، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحثا. وقوله لمن لم يخف الزنا، هذا القيد لإخراج الوجوب كما سيأتي في كلام المصنف. وأما من خاف الزنا على نفسه فإنه يجب عليه أن يتزوج ليعف نفسه، أو ليعف نفسه. وهذا معنى قول. فذكر المصنف أولا الاستثناء، ثم ذكر مفهومه بعد في قوله: ويجب على من يخافه أن يخاف الزنا. ويسن النكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. نعم، قول المصنف يسن نكاح واحدة. ذكر العلماء أن السنة أن لا يتزوج المرء إلا واحدة فقط، وأما الزيادة عليها فإنه جائز، وهذا الجواز قد يرقى للندب عند الحاجة إليه. وقد نص أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم على أن السنة والأفضل للشخص أن لا يتزوج إلا واحدة. وعبرت الفقهاء بالسنة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه، ولذا فإن العلماء يعقدون بابا في كتاب النكاح، بابا طويلا جدا في خصائصه صلى الله عليه وسلم. وجل خصائصه إنما هي في النكاح، في عقده وفي صفته، فإنه يجوز أن يعقده بلفظ الهبة ومن غير مهر، وأن يزوج غيره بلا ولي وغير ذلك من المسائل. فالأصل أن جل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، ولذا فإن تزوجه بتسع هو من خصائصه، وليس غيره موافقا له في هذه الخصيصة. والدليل على أن السنة أن تكون زوجة واحدة ما روينا عند ابن ناصر الدين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك رجل ضعيف، فلا تتزوجن إلا واحدة. واستدل الشافعي على ذلك بقول الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فكثرة الولد تكون سببا في كثرة، فكثرة الولد وهم العيلة والعيال تكون سببا في الانشغال عن العلم والانقطاع عن العبادة. ولذا نص أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيره من أهل العلم على ذلك. وهذه السنية كما تقدم قد ترتفع عند الحاجة لما يخالفه. قوله حسيبة، أي أن المرأة إذا أراد أن يتزوج فليبحث عن المرأة الحسيبة. والحسب والنسب بينهما عموم وخصوص، فالحسب أعم من النسب، فإن من الحسب النسب، ويزيد عليه بأمور أخرى كالشرف والرياسة ونحوها. والمظنة أن من تزوج حسيبة فإن ابنه منها يكون شبيها بخؤولته وأجداده. وقد ذكر الزبير بن بكار أن أشبه الناس بالرجل أبناء بنته، ولذا فإن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم سبطاه الحسن والحسين وغيرهم أيضا كعبد الله بن جعفر.
لكن من أشبههم الحسن والحسين. فالمقصود أن الشخص يبحث ويتخير نطفه الحسيبة ذات المكانة ومن المكانة النسب. حوله دينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذ الدين هو الأصل ولذا قدم على غيره. أجنبية أي ليست قريبة لعمر رضي الله عنه، فإنه أمر بأن الناس يغتربوا وألا يأخذوا من القرابات لكي يكون أبناؤهم أنجب وأقوى بدنا ولا يضو. وقوله بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فهلا بكرا تداعبها فتداعبك وتداعبها. وقوله ولود أي أن أهلها ينجبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الودود خيرها الودود الولود، أي أنها تنجب. فالمرأة إذا كانت تنجب هذا من صفات الخيرية. قال رحمه الله: ولمريد خطوة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا. نعم، قول المصنف ولمريد خطبة امرأة، بدأ يتكلم المصنف عن النظر إلى المرأة. الأصل أن النظر إلى المرأة محرم إلا عند الحاجة، ومن الحاجة الشهادة والعلاج وغيرها من الأمور، ومنها لمن أراد خطبة امرأة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن ينظر إليها إلى امرأة، فقال: انظر إليها فإن في أعين النساء شيء، فإن في أعين الأنصار شيئا. إما المقصود أعين الأنصار من الرجال أو من أعين الأنصار من النساء. وقول المصنف ولمريد النكاح، ظاهر هذه العبارة أن النظر إلى المخطوبة جائز، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى، بينما الذي مشى عليه في الإقناع وهو ظاهر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، ولذا قالوا ويسن النظر إلى المخطوبة، وهذا هو الأظهر وهو الذي مشى عليه موسى في الإقناع، وهو ظاهر الحديث أن النظر إلى المخطوبة سنة، فإنه أحرى أن يدأم بينكما. ولكن أجاب من انتصر لقول المنتهى والمصنف أن هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعيده إلى حاله الأول وهو الإباحة، كما أن الأمر في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أمر بعد حظر فأرجعه إلى الأمر الأول وهو الإباحة. وقوله لمريد خطبة امرأة يدلنا على أنه لا يجوز النظر لامرأة إلا إذا أراد خطبتها، هذا هو القيد الأول أن يكون مريدا. القيد الثاني ذكره المصنف في قوله: مع ظن إجابة. فإذا ظن الإجابة فإنه حينئذ يجوز له النظر، سواء أذنت أو أذن أهلها بالنظر إليها أو لم يأذنوا، فإن جابرا كان يتتبع من أراد خطبتها في الأسواق فينظر إليها أو في الأزقة ينظر إليها. قال: إلى ما يظهر منها غالبا. العلماء يقصدون بما يظهر منها غالبا، بل ينصون على أنها أربعة أشياء فقط، وهو الوجه واليدان والرقبة والقدم أو القدمان. نصوا على هذه الأربع وقالوا هي أربع، ونصوا عليه قالوا هي أربع بهذا العدد. وإن كان بعض المشايخ يقول لا، إن قيدهم هذا يختلف باختلاف الأوقات، لكن ظاهر كلام الفقهاء التخصيص بهذه الأربع، والوجه معروف حده. أما اليدان فقد ذكر القاضي أن اليدان يكونان إلى المرفقين يجوز النظر إليهما، كذا ذكر القاضي. والرقبة معروفة والقدم كذلك. قال: إن أمن الشهوة. هنا كلمة الشهوة أمر في القلب، فإن الشهوة في القلب وتختلف من شخص إلى آخر، ولا شك أن الرجل إذا نظر إلى امرأة فلربما كان نظره إلى شهوة، فليس المراد هنا إذا أمن مطلق الشهوة، وإنما المقصود هنا إذا أمن ثوران الشهوة. وهكذا نص عليه صراحة أن المقصود بالشهوة هنا ثورانها لا مطلقها، لأن كل نظرة التعمد فيه يكون سببا ربما لشهوة ونحو ذلك. ثم قال المصنف: نعم، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. نعم، ومن قال وله نظر ذلك، أي يجوز للرجل أن ينظر إلى ما ظهر غائبا، وهي الأربع، هي الأربعة الأمور التي سبق ذكرها قبل قليل. ورأس أي وكامل الرأس بشعره، وساق من ذوات محارمه أي من النساء التي يحرم عليه أن يتزوج بهن للقرابة أو الرضاع، وهي كل امرأة محرمة عليه للنكاح وهو محرم لها. قال: ومن أمة، سواء كانت الأمة مستامة أو غير مستامة، كما هو ظاهر إطلاق المصنف ووافقه عليه صاحب الإقناع، وهذا وفاق لصاحب الإقناع، وأما المنتهى فقد فرق بينهما. نعم، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له،
نعم. يقول الشيخ: ويحرم تصريح بخطبة معتدة. الخطبة لها لفظ صريح ولها لفظ فيه تعريض وليس بالصريح. فالصريح أن يقول: أريد الزواج منك، أو نحو ذلك من العبارات. وأما التعريض بالخطبة فأن يأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك، مثل أن يقول: إن لي رغبة بك. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه حينما كان واليا في المدينة، هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مات رجل من أهل المدينة فمر بزوجته وهي تلطم وجهها، فقال لها عمر رضي الله عنه: لا تلطميه فإن لنا فيه نظرا. وهذا من باب التعريض بالخطبة. إذن فالتعريض بالخطبة يختلف بالصيغ المختلفة، لكن لا يكون تصريحا به. من الناس من يقول: هذه المعتدة من طلاق بائن، هل يجوز لها أن ينظر لها الخاطب؟ نقول: لا، إذا تعرضت له فمعناها أنها خطبة، ولكن إن نظر إليها من غير إذنها ومن غير علمها فهذا أمر آخر يتعلق به هو. وأما في عرفنا الآن فهي تخرج له، فمعناها أنها نوع خطبة، وإن لم يسميها خطبة لكنها مقدمات النكاح. قال الشيخ: وتحرم أو حرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدة قد يكون عدة، انظر معي، من أربعة أشياء: إما أن يكون من طلاق رجعي، أو أن يكون من وفاة، أو أن يكون من طلاق بائن بينونة كبرى، أو من طلاق بائن بينونة صغرى، أو من فسخ. خمسة أمور لكي نفهم هذه الخمس، وهي ستأتينا إن شاء الله غدا. النوع الأول قلنا أن تكون معتدة من طلاق رجعي بأن يكون قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، فهي زوجة، هنا زوجة لزوجها الذي طلقها، إذ يحل له أن يراجعها بقوله أو بفعله. والمعتدة من عدة طلاق رجعي يحرم التصريح والتعريض بخطبتها من غير زوجها، لأن زوجها يجوز له المراجعة، فمن باب أولى أنه يجوز له التعريض والتصريح بالخطبة. أما غير زوجها فلا يصح التصريح ولا التعريض مطلقا. هذا واحد. ثانيا، المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، وهي ثلاث، أو بينونة صغرى، وهي المطلقة بعوض بلفظ الطلاق، أو بفسخ كأن تكون بذلت عوضا فتلفظ بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق، أو بالفسخات الأخرى التي يفسخها الحاكم. فهؤلاء الثلاث عدتهن ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر. ولا يجوز لزوجها أن يراجعها، لكن يجوز له في الحالة الثانية والثالثة أن يعقد عليها عقدا جديدا، لأنها بائن بينونة صغرى أو مفسوخة ولا تحسب من الطلاق. طيب، هذه المرأة المبانة لا يجوز لأي رجل غير زوجها طبعا أن يصرح بخطبتها، لأن هذه العدة فيها حظ الزوج، فيها معنى حظ الزوج، الاحترام وغيره، وإن كان طبعا التعريض هذا فيه إشكال عند بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين، لكن يجوز التصريح، يجوز التعريض، يجوز التعريض لها من غير زوجها. فيأتي رجل لامرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى أو فسخت نكاح زوجها أن يعرض لها. طيب، أما زوجها فإنه يجوز لها أن يصرح بالخطبة إذا كانت بينونة صغرى أو من فسخ، أما البينونة الكبرى أصلا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. النوع الخامس، المتوفى عنها زوجها، أفردتها لماذا؟ لأنه لا زوج لها، لكي نقول هل يخطبها زوجها أم لا. فهذه المرأة يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. إذن هذا قول المصنف: وحرم تصريح بخطبة معتدة مطلقة بالأنواع الخمسة ذكرناها قبل قليل على غير زوج تحل له. متى تكون تحل للزوج؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى، أو في ثلاث حالات فقط: الحالة الأولى إذا كانت طلاقا رجعيا، الحالة الثانية إذا كان طلاقا بائنا بينونة صغرى، الحالة الثالثة إذا كانت من فسخ. وأما إذا كانت بينونة كبرى أو بوفاة فإن الزوج لا يمكنه في الوفاة أن يعرض، ولا يحل له في
الطلاق البينون الكبرى. قال وتعريض بخطبة رجعية يحرم على الكل إلا زوجها أن يعرض بذلك. نعم. وخطبة على خطبة مسلم أجيب. نعم. قال وخطبة على خطبة مسلم ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. والخطبة على خطبة المسلم لها شروط أورد المصنف بعضها. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون قد أجيب، فإن لم يكن قد أجيب فإنه في هذه الحال لا يجوز، فإنه يجوز الخطبة على خطبته. وكيف يكون لم يجب؟ بأحد أمرين، يعني كيف تكون أنه لم يجب؟ إما أنهم ردوا أو سكتوا ولم يردوا عليه. وكيف تكون الإجابة؟ هل العبرة بالولي أم بالمرأة نفسها؟ قالوا العبرة بالمرأة بإجابتها هي لا بإجابة وليها. فلو علم أن وليها راكن لهذه الخطبة ولكن المرأة ليست راكنة جاز له الخطبة على الخطبة. هناك قيد ثاني يذكره فقهاؤنا واختصره المصنف ربما لدلالة الأول عليه، وهو العلم بالخطبة. فإن من خطب على خطبة أخيه وهو جاهل بخطبة الأول فإنه لا إثم عليه. طيب، المسألة الأخيرة عندنا، من خطب على خطبة أخيه ثم تزوج فنقول هو آثم والزواج صحيح، لأن هذا النهي ليس متعلقا بذات العقد وإنما هو متقدم عليه وليس متعلقا بشرطه ولا صفة من صفاته التي لا توجد إلا به. نعم. وسن عقده يوم الجمعة مساء. قال وسن عقده أي عقد النكاح يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، والشخص إذا عقد النكاح يدعو له الحاضرون ويدعو أيضا الزوج والمرأة ووليها والشهود وغيرهم ممن حضر، فهو مظنة لإجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. وهذه من المواطن التي في الغالب لمن يعلم أنها مواطن تضرع في الدعاء، فالأم تدعو لابنتها والأب يدعو لابنه في وقت العقد من قلب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فمثل هذه يرجى بها الإجابة. فالعلة في استحباب أن يكون يوم الجمعة هو ذلك. قال مساء، المراد بالمساء ليس الليل وإنما ما كان بعد الزوال، لأن ساعة الإجابة يوم الجمعة مستحبة أن تكون في المساء. وقد جاء في أحاديث لكن فيها مقال يريده الفقهاء في كتبهم أن الزواج مساء سبب لبركته، أي عقد النكاح في المساء يعني في العصر مثلا أو في آخره سبب لبركته. قال بعد خطبة ابن مسعود، المراد به أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا هذا الذي جاءت في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيها بهذه الخطبة يخرج منه، مما يدل على تأكيد استحباب هذه الخطبة عند عقد النكاح، فهي خطبة. طيب، الزيادة عليها أمران. الزيادة الأولى بذكر الآيات الثلاث، أوردها بعض أهل العلم فقهائنا وبعضهم لم يردها واقتصر على الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات الثلاث إنما فسرها بها سفيان عندما روى الحديث. وهناك زيادة أخرى مباحة وليست مندوبة، وهو المشهور في كتب الفقهاء أن يقولوا أما بعد فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح، فقال وهو أصدق القائلين آمرا ومخبرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذه لا أدري ما هو أصلها، لكنها موجودة في كتب الفقهاء وموجودة في خطب ابن نباتة المشهور هذا البليغ، فإنها موجودة فيه ولا أدري ما هو أصلها. والغالب والظن في أهل العلم أنهم لا يريدون شيئا عبثا وإنما يريدونه لأن له مستندا، لكن ربما لم يصلنا بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانه الزوجان الخاليان من عن الموانع وإجاب بلفظ أنكحت. نعم. أو زوجت. بدأ المصنف بذكر أركان النكاح، والعلماء لهم طريقتان، بعضهم يذكر ركنا واحدا وهو الصيغة وهو الإجاب والقبول، وبعضهم يعد الزوجان أركانا والنتيجة واحدة. لما؟ لأننا إذا قلنا إن الركن هو الإجاب والقبول فلا إجابة ولا قبول إلا من الزوجين، فدل على أنهما ركنان فيه. بدأ المصنف في أركانه فقال: الزوجان الخاليان من الموانع.
وسيأتي المصنف في ذكر الموانع بعد ذلك في كلامه الذي سيأتي بعده. قال وإجاب، الركن الثاني أو الثالث والإجاب والقبول. والإجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج، هذا هو الأصل، لأنه أحيانا قد يكون هناك نائب عنهما كوكيل ونحوه، وسيأتي تفصيل ذلك في محله. عقد النكاح عقد خطير جدا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استوفيتم به ما استحللتم به الفروج. فعقد النكاح هو من أحق الشروط، أحق العقود بالوفاء به، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أخذتموهن بكتاب الله، ولذلك فإن الشارع احتاط لهذا العقد احتياطا ليس لغيره من العقود. وفقهاؤنا نظروا لمقاصد الشريعة حينما جعل الشارع فرقا بين النكاح والسفاح، فأمر بالتفريق بينهما، ولذا فقد احتاطوا له في شروط النكاح وفي أركانه وبناء عليه. فمن احتياطهم نظرا لمقاصد الشريعة، والنظر في عمومات الأدلة، ونظرهم متجه ومستدل واستدلالهم ونظرهم متجه ومستدل له أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بشروط. الأمر الأول أنه لا ينعقد إلا باللفظ، وهذا معنى قوله بلفظي، فلا ينعقد بالكتابة ولا ينعقد بالإشارة ولا بغير ذلك إلا مما لا يستطيع الكلام كأصم، فهذا معذور. إذن فالكتابة أن يكتب رجل لآخر زوجته فيقول الآخر قبلت لا ينعقد به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ينعقد إلا باللفظ الصريح فقط، وليس له ألفاظ كنائية، ولفظه الصريح في الإجاب لفظان فقط وهما أنكحت وزوجت، ولفظه الصريح في القبول لفظان كذلك وهما قبلت ورضيت أو ما يقوم مقامهما كقول نعم، وسيأتي بعد قليل. إذن الأمر الثاني أنه لا ينعقد إلا باللفظ الصريح وهما لفظان فقط، نكحت وزوجت، ملكت لا ينعقد به، أعطيت هي لك لا ينعقد به، لا بد من أحد هذين اللفظين. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون الإجاب والقبول بالعربية لمن يحسنها، فمن أحسن العربية وتلفظ بغيرها لم ينعقد النكاح، بل لا بد أن يأتي بها، ومن لم يحسن العربية فيجوز له أن يعقد النكاح بلسانه ولا يلزمه أن يتعلم العربية، لأن هذا ليس لفظ عبادة. الأمر الرابع أنه لا بد من الترتيب بين اللفظين، فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الإيجاب فقال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد، بل لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول. الأمر الرابع أنه لا بد أن يكون، أو الخامس أن يكون بينهما موالاة، والمراد بالموالاة أن يكون الإجاب والقبول في مجلس واحد، وألا يفصل بينهما فاصل طويل عرفا، إما بسكوت طويل أو من كلام من غير جنسه. الأمر السادس لا بد من اتحاد المجلس، فلو اختلف المجلس يقول لا يصح، فلو كان في بلد والآخر في بلد آخر وتكلم بالهاتف لا منعقد على ظاهر كلامهم، وهذا اللي صدر به قرار مجمع الفقه، لأنه لابد من اتحاد المجلس بينهما. هذه القيود الخمس في الصيغة لم يذكرها العلماء عبثا، لأن كثيرا من السفاح قد يكون شكله شكل النكاح، وتعلمون أن بعضا من أهل العلم أخطأوا رحمه الله تعالى، فقالوا إن من عاهر بامرأة على عوض فإنه يدرأ عنه الحد لشبهه بعقد النكاح. إذن هناك شبه، فلا بد من التفريق بين عقد النكاح وبين غيره، ولذلك احتيط إليه بأشياء، فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه، فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، والألفاظ الأخرى المختلفة في هذا الحديث. نعم. إذا فقوله بلفظ أنكحت أو زوجت فقط دون ما عداها من ألفاظ فلا يقوم غيرها مقامها. نعم. وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط. نعم، قوله قبلت أو رضيت دون ما غيرها من الألفاظ فقط، يعني فقط هذه تحتمل احتمالين، إما تعود إلى الإجاب بلفظي، أو إلى الإجاب عفوا نعم، إما أن تعود إلى الإجاب بلفظي والقبول بلفظي،
أو تعود إلى القبول فقط، كلا الأمرين محتملة. نعم. أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. نعم. أو يقول القابل قبلت هذا النكاح فيزيد لفظة هذا النكاح، أو يقول تزوجتها فيكون من باب الإخبار. هذا هو الأصل، أنه لا بد من الإتيان بالصيغة الصريحة. هناك أمر واحد عند العلماء يقولون إن السؤال معاد في الجواب، فمن سئل سؤالا فأجاب بنعم فكأنه أعاده. فلو أن أبا جاءه رجل فقال زوجني ابنتك، فقال نعم، أو قال أتزوج ابنتك فقال نعم، ثم قال قبلت، انعقد النكاح. ومثله أيضا الثاني، فقال زوجتك ابنتي أقبلت، فقال نعم. فقوله أقبلت نعم، أي نعم قبلت، فأعاد الجواب، فأعاد السؤال في الجواب. نعم. ومن جهلهما لم يلزم تعلم العربية واللفظين هذين، لم يلزمه تعلم، أي تعلم العربية، وكفاه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، الخاص بكل لسان، بأي لغة من لغات العالم يتلفظ به لا يلزمه التعلم، لكن من كان عالما بلسان العرب وجب عليه أن يأتي به. هذا من باب الاحتياط لعقد النكاح، لأن عقد النكاح خطير. ولولا يعني المقام ليس مقاما لذكر أخبار، ذكرت لكم كيف أن بعض الناس يتلاعب في عقود النكاح ويدخل على نسوة بأمور عجيبة جدا. فالاحتياط له بعدم الإسرار النكاح والتشديد في نكاح السر والتشديد في نكاح الرغبة والتشديد في الصيغة، كما قال ابن مسعود رضي الله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، إنما النكاح الرغبة. فمثل هذه الأمور تجعل فرقا بين النكاح والسفاح. نعم. وشروطه أربعة. نعم. قوله وشروطه، بعضهم يعد الشروط في النكاح أربعة وبعضهم يعدها خمسة. الفرق بينهما فرق لفظي، لأن من عدها أربعة فإنه يعد شروط الصحة، ومن عدها خمسة عد شروط الصحة وشروط اللزوم. والمصنف أورد الشروط الأربعة شروط الصحة، ثم سيريد بعده شرطا خامسا وهو شرط اللزوم. نعم. تعيين الزوجين. نعم. ورضاهما. أن يعينا، فلا بد أن يكون الزوج والزوجة معينين، إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، كأن يقول زوجتك ابنتي فاطمة، أو زوجتك ابنتي هذه، أو أن يكون المرء له ابنتان كبرى وصغرى فيقول زوجتك ابنتي الكبرى أو الطويلة، أو غير ذلك من العلامات التي يكون فيها تعيين مميز لا مطلق الوصف. نعم. لكن لياب ووصيه. نعم. في نكاح الشرط الثاني، عفوا، الشرط الثاني ورضاهما، أي لا بد من رضا الزوج ورضا الزوجة. وهنا مسألة أريد أن ننتبه لها في الرضا. رضا الزوجة دائم، شرط دائما في صحة عقد النكاح. طيب، لما الولي إذن؟ نقول الولي يوجب في العقد، هو موجب في العقد، الذي يشترط رضاه الزوجة. ما الفرق بين من اشترط الولي ومن لم يشترط الولي؟ كلاهما يشترط رضا الزوجة. نقول الفرق بينهما في من يوجب. فمن اشترط الولي يقول الولي يوجب، وإذا كانت المرأة غير راضية وعليها ولاية إجبار جاز لها فسخ النكاح، وإن كانت غير راضية وعليها ولاية اختيار لم ينعقد، لم ينعقد. واضح المسألة؟ طيب، من لم يشترط الولي يقول إن المرأة إذا تزوجت وأوجبت العقد بلفظها فإن لوليها أن يفسخ النكاح إذا لم يرضى. وهذا هو تحقيق كما ذكر بعض المتأخرين مذهب أبي حنيفة، نقل بعض المتأخرين وقال هو تحقيقه، فإنه يكون معلقا على إذنه. إذن العكس بينهما، الولي ليس منفيا على الإطلاق بل هو لازم، سنشير له في محله. طيب، يقول لكن لأب ووصيه في نكاح وتزويج صغيرة وبالغ ومعته، هذه تسمونها ولاية الإجبار. انظر معي، الولي هو الذي يوجب في عقد النكاح، والمولى عليه هي الزوجة. هذه الولاية نوعان، ولاية إجبار وولاية اختيار. فولاية الاختيار لا يصح تزويج الأب لمولي، أو لا يصح تزويج الولي لموليته إلا أن تكون راضية. فإن لم تكن راضية، ركز معي،
فإن لم تكن راضية لم يصح عقد النكاح لفوات شرطه، لأنه ولاية احفظ، ولاية ماذا؟ تخيير أو اختيار. النوع الثاني ولاية الإجبار، يجوز للأب أن يزوج موليته من غير رضاها، لكن إذا كانت من أهل الرضا، من هي الذي من أهل الرضا؟ البالغ العاقل. إن كانت من أهل الرضا أو صارت بعد ذلك فلها حق الاختيار، فتقول لا أريده، فينعقد صحيحا ثم تفسخه بعد ذلك. ألم تأتي تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسة نكاح ولاية إجبار، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت أما وقد رد نكاح إلي؟ فقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعرف النساء أن لهن من أمرهن خيارة. وضح معنا الآن فائدة فرق بين الاختيار والإجبار. الإجبار لا ينعقد إلا برضاها، عفوا الاختيار لا ينعقد إلا برضاها، الإجبار ينعقد ولو لم ترضى، لكن لها حق الفسخ إن كانت من حق من أهل الرضا، فلا رضا إلا بعلم وكمال إرادة. طيب انظر معي، من التي عليها ولاية الإجبار؟ نقول إن المرأة التي عليها ولاية الإجبار ثنتان. النوع المرأة الأولى كل امرأة بكر سواء كانت صغيرة أو كبيرة. الثانية وسأذكر دليلها بعد قليل، الثانية كل امرأة ثيب بلغت 9 فأكثر، عفوا كل امرأة نعم كل امرأة مجنونة، عفوا كل امرأة مجنونة. الأمر الثالث يعني فاقدة الأهلية. الأمر الثالث كل ثيب دون 9 بالضبط، كل ثيب دون 9، وسيأتي بالدليل على هذه الثلاث بعد قليل. هؤلاء الثلاث يجوز للأب أن يزوجهن بدون رضاه. نبدأ بالأولى، كل امرأة بكر مهما كان عمرها، فيجوز للأب فقط دون ما عداه أن يزوجها بدون رضاها. ما الدليل عليه؟ نقول دليلان. الدليل الأول حيث ذكرت لكم قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح تزويجه لهذه المرأة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر، قال والعطف يقتضي المغايرة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر أحق بنفسها مفهومه، عفوا عندما قال صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها مفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها، فحينئذ يكون عليها ولاية إجبار. ما الحكمة؟ لبعض الناس يقول ما الحكمة، عاقلة المرأة معها كامل إرادة تتصرف فيما، نقول نعم هناك حكمة. من أصعب الأمور على النساء أو على كثير من النساء الزواج، وخاصة إذا طالت أيمتها، فربما تتخوف النكاح وتتهيب ذلك الفعل، لأنها تخرج من بيت أبيها وهي امرأة مخدرة إلى بيت زوجها. ولذا فإن لأبيها خاصة وأبوها عنده من كمال الشفقة وحسن الاختيار ما ليس لغيره أن يجبرها على أن تذهب لبيت الزوجية، فإذا ذهبت فرأت أن الأمر سهل، الزواج أمر من سنن المرسلين ومن فطرة الله التي فطرها في قلوب الناس، فلربما استكالت نفسها فحينئذ رضيت. لكن إن لم ترضى فلها حق الفسخ ابتداء، ولا حق الفسخ أيضا بعد ذلك بأمر آخر من سبب العوارض. الثانية من قلنا الثيب التي دون 9، لأنه جاء في بعض الألفاظ اليتيمة، واليتيمة هي التي تكون صغيرة. طيب الأمر الثالث المجنونة فاقدة العقل، لأنه لا أهل لها. المرأة إنما تزوج إذا كانت عليها ولاية إجبار، إذا كانت للأب، وإذا قال وللأب ووصيه دون ما عداه من الأولياء في نكاح فقط دون ما عدا من التصرفات، تزويج صغير وهو الذكر وبالغ معتوه أي فاقد الأهلية ومجنونة وهو النوع الأول من النساء وهي فاقدة الأهلية بذهاب عقلها، وثيب لها دون 9 أي 9، وأما إذا كانت ثيبا فوق 9 فإنها لا تزوج إلا بأمرها ولو كانت غير بالغة، وبكر مطلقا أي كانت بالغا أو ليست ببالغ دون 9 أو فوق فإنها تزوج بلا إذن وعليها ولاية إجبار، لكن إذنها باقي ورضاها. نعم. قال كسيد مع إمائه، عفوا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، هذا من باب الإشارة إلى أن السيد يزوج إماءه وعبده الصغير ولو لم يرضى. نعم. ف...
فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها. نعم، قال أما باقي الأولياء غير الأب ووصيه كالجد مثلا والإخوة وغيرهم لا يزوجون الصغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، فلا بد أن يكون لها إذن. طبعا الصغيرة بحال، قوله بحال أي من كانت دون تسع لا تزوج سواء كانت بكرا أو ثيبا، هذا معنى قوله بحال. قوله ولا بنت تسع مراده ولا يزوجون بكرا بنت تسع، بنت تسع هنا مراد بها البكر، وأما الثيب بنت التسع فلا يزوجها لا الأب ولا غيره إلا بإذنها. نعم، إذن فقوله ولا بنت تسع أي ولا ثيبا بنت تسع. نعم، إلا بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب. نعم، صمات البكر هذا هو إذن البكر ونطق الثيب، إلا المجنونة فإن المجنونة مطلقا يزوجها غير الأب. نعم، والولي شروطه. نعم، هذا هو الشرط الثالث وهو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث الظن ببعض أهل العلم الذين لم يعملوا به عدم صحة الحديث، وإلا لم يقل أحد هوى بعدم العمل به، وإنما لم يصححه. ويدل على ذلك أن الإمام أحمد في أول أمره كان يقول لا يصح حديث في أنه لا نكاح إلا بولي، ثم لما نظر في الأسانيد وحدث بها صحح الأحاديث كحديث ابن عباس موقوفا عليه وحديث أبي موسى وغيرها. وهذه من المسائل التي بين أحمد قال فيها إنه لا يصح حديث ثم رجع فأقر، وهذا من الواجب على طالب العلم أنه إذا رجع في العلم أن يرجع، وأما الاستمساك بالباطل والخطأ فليس هذا علامة أهل العلم، بل يجب على المرء أن يرجع، ولا يكون المرء طالب علم إلا إذا استفاد من هو أعلى منه ومن هو مساو ومن هو دونه. ألم يقل عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه إن صح الإسناد في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ عمر وأصابت امرأة، فدل ذلك على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع. وقد جاء كما قلت لكم من أحمد له أيضا نظائر فيها قال لا يصح حديث ثم نبه، مثل مسألة القبر وغيرها رحمة الله على الجميع. إذن الحديث ثابت بمجموع طرقه وبمتابعاته وبشواهده، وصح أحمد حديث أبي موسى على سبيل الانفراد. قال وشروطه أي وشروط الولي، نعم ستة، تفضل. وشروطه تكليف. نعم، المراد بالتكليف البلوغ والعقل، لأنه من ليس كذلك فإن تصرفه ناقص على نفسه، من باب أولى تصرفه على غيره. وذكورة. وذكورة لأن الأنثى لا يصح أن تزوج نفسها، فمن لا يصح فعل الفعل نفسه لا يصح أن يتولى على غيره فيه. وحرية. نعم، المراد بالحرية أي كمال الحرية، وبناء عليه فإن المبعض ونحوه لا يكون وليا في النكاح لأنه محجور عليه في تصرفه. ورشد. نعم، المراد بالرشد هنا غير الرشد باب الحجر الذي تقدم، فإن المراد بالرشد هنا معرفة الكفء في النكاح ومعرفة مقاصد النكاح. ولذلك يقول العلماء إن المقصود من الولي في النكاح ليس مجرد أن يحضر في مجلس العقد فيقول زوجتك وانتهت المشكلة، لا، بل إن المقصود من الولي أن يبحث في حال الزوج المتقدم هل هو كفء لموريته أم لا. والأمر الثاني أن المرأة أي موليته إذا لم يأتي لها كفؤها بحث لها وليها عن كفئها، كما فعل عمر لما تأيمت بنته حفصة. فلذلك فإن الولي إذا كان عارفا لمقاصد النكاح فإنه في هذه الحال يكون رشيدا فيه، والضد بالضد، فإن لم يكن من لم يكن رشيدا فيه يكون سقطت عنه الولاية. وذلك يقولون إن من يتكبر على الأزواج ويمتنع من مقابلتهم يكون بمثابة العاضل فتسقط ولايته على موليته. نعم، واتفاق دين. نعم، واتفاق الدين لأن هذه فيها معنى الولاية، فلا بد من أن يكون الدين متفقا. وعدالة ولو ظاهرا. نعم، قال وعدالة أي لا بد أن يكون الولي عدلا، بمعنى أن يجتنب ما يكون سبب الفسق وهو الأفعال والاعتقادات معا. وقول المصنف ولو ظاهرا استثنى العلماء، اشترطون العلماء الأصل في العدالة أن تكون ظاهرا وباطنا إلا في الولي في النكاح والشهود في النكاح فيكتفون بالظاهر. والدليل على أن الولي لا بد أن يكون عدلا ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال أصح شيء فيه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة نكحها وليها المسخوط عليه فإن نكاحه منها باطل، أو فإن نكاحها باطل،
وقال أحمد هذا أصح شيء في الباب. والعلماء يقولون إن أحمد إذا قال أصح شيء فإنه يدل على أنه يصح الاحتجاج بهذا الحديث ولا يلزم صحته، هكذا نصه. فإذا قال أصح يصح الاحتجاج به لكنه ليس بالصحيح، إذ هناك فرق بين ما يحتج به وبين الصحيح. قال إلا في سلطان فلا يلزم عدالة السلطان، وسيد كذلك، لأن الملك أقوى من سائر الولايات. نعم، بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن ترتيب الولاية. نعم، فقال نأخذ بسرعة. ويقدم وجوبا أب ثم نعم وجوبا فيه. أي ليس اختيارا، أولها أب نعم ثم وصيه فيه. الوصي هو الذي يوصي إليه بعد وفاته كما مر معنا في كتاب الوصايا. نعم، ثم جد لأب وإن على نعم، لأن الجدود فيها معنى الأبوة. ثم ابن وإن نزل نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها. وهكذا على ترتيب الميراث نعم، فيرتبون ترتيب الميراث من حيث القوة والدرجة والجهة. ثم المولى المنعم نعم، ثم أقرب عصبته نسبا نعم، مثل ما تقدم في الميراث. ثم ولاء ثم السلطان، ثم ولاء أي معتق المعتق، فإنه حينئذ يزوج. قال ثم السلطان، قول المصنف ثم السلطان، السلطان العلماء يقصدون به درجتين لا درجة واحدة. الدرجة الأولى من كان سلطانا بمعنى أنه له ولاية شرعية إما بنفسه أو بنيابته، فبنفسه وهو الإمام الأعظم وبنيابته كالقاضي ونحوهم، فهذا يسمى سلطانا. الأمر الثاني الذي يقصده العلماء قالوا ذو السلطان، فقالوا إذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه أي لا حاكم زوجها ذو سلطان، كالنساء اللاتي يكن في بلاد الأقليات حيث لا حكومة إسلامية فيزوجها ذو سلطان. والمراد بذو السلطان كل من له سلطان كدهقان القرية أي رئيسها وإمام المسجد ورئيس المركز ومن تصدر بعلم وعرف أن له مكانة في المجتمع كرئيس الجالية وغيرها، يجوز له أن يزوج المرأة. فإن فقد السلطان وذو السلطان زوجها عدل من المسلمين تختاره بإذنها، تختار عدلا ويزوجها عدل من المسلمين. فإن فقد عدل من المسلمين جاز لها أن تزوج نفسها، إذا لم يكن بينها وبين عدل المسلمين إلا مسافة طويلة فإنه حينئذ يجوز أن تزوج نفسها. وهذه موجودة ولا نقولهم باب الفرض، بل أنا سئلت فيها، وذلك الفقهاء عندما يريدون المسائل الأصل أنها وقعت ولو نادرا. نعم، فإن عضل الأقرب نعم، عضل أي امتنع من التزويج من الكفء، هذا هو العضل، أو لم يكن أهلا مع طلبها. طبعا عضل إذا كانت طالبة وامتنع هو، أما إذا امتنعت هي وامتنع هو فليس عضلا. قال أو لم يكن أهلا بأن فقد أحد شروط الولي الستة التي تقدم ذكرها، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر نعم، وتقدم مسافة القصر على خلاف بين أهل العلم ما مقدار المسافة التي تسقط الولاية، قيل مسافة قصر وقيل الغيبة التي لا تقطع إلا بمسافة طويلة. زوج حرة أبعد نعم، قوله زوج حرة أبعد يعني أن الأبعد من الأولياء بحسب الترتيب يزوج، فإذا فقد الأب ووصيه تنتقل بعد ذلك إلى الجد، كان الجد غائبا تنتقل إلى الابن، ثم هكذا سائر ورثة. والمشهور عند فقهائنا أن الولاية تنتقل بالعضل وبالفقد من غير حكم حاكم فيزوج مباشرة، ولكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أنه إذا كان بسبب العضل فلا تنتقل الولاية إلا بحكم الحاكم، فتنتقل الحاكم، وهي رواية ثانية مذهب أحمد، والحاكم يزوجها هو أو ينقلها لأحد الأولياء، والقضاء أخذوا بهذه الرواية أصلح للناس. قال وأمة حاكم، الأمة لا يزوجها سائر الأولياء لأن الولاية عليها ولاية ملك فلا بد أن يزوجها الحاكم. الشرط الرابع وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرة نعم، قال وشهادة رجلين مكلفين عدلين، لأنه لا تصح الشهادة في إلا بالرجال فيما يكون في باب الأنكحة، وقد جاء في بعض الألفاظ وشهادة عدلين لا نكاح إلا بولي وعدلين وشاهد عدل نعم. قال مكلفين عدلين ولو ظاهرا، عرفنا ما معنى الظاهر، سميعين لكي يسمع الإجابة والقبول، ناطقين أي يتكلمان بما سمع عند الخصومة وطلب الشهادة نعم. والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها نعم. الكفاءة ما هي؟ العلماء قالوا إن الكفاءة هي أن تكون كفؤا له من حيث العموم،
والكفاءة تكون في خمسة أمور: الكفاءة في الدين، فغير المسلم ليس كفؤا للمسلمة مطلقا، فحينئذ تكون الكفاءة شرطا للصحة. إذن الكفاءة إذا كانت للدين فإنها شرط للصحة. النوع الثاني من الكفاءة: الكفاءة في النسب. والنوع الثالث: الكفاءة في الصنعة. والنوع الرابع: الكفاءة في اليسار، بمعنى أن يكون الزوج قادرا على النفقة عليها بمثل ما ينفق عليها أهلها عادة. قد يكون أهلها أغنياء جدا وهو أقل غنى منهم، لكن نفقة البيت مثل النفقة، فغالب الناس في نفقاتهم المعتادة متساوية، فحينئذ يكون كفءا لها من باب اليسار. ليس معنى المساواة أن يكون كلاهم من أصحاب الملايين، أو بعض الناس هم قلة ممن يزيد على الملايين، لكن المقصود أنه يكون قادرا على الإنفاق عليها مثل ما ينفق عليها أهلها. هذه أربعة أمور. الخامس إيش؟ الحرية. وهذه قضية الحرية والرق، فقد يكون شرطا للصحة وقد يكون شرطا للزوم في قضية الطروء عليه، والأصل أنه شرط للصحة. طيب، يقول المصنف: وشرط الكفاءة، والكفاءة شرط للزوم، بمعنى في غير طبعا الحرية وفي غير الإسلام، بمعنى أنه ينعقد النكاح صحيحا ولو لم تكن هناك كفاءة، لكن يجوز لكل واحد من الأولياء ولو رضي الأقرب أن يفسخ النكاح به، قالوا لأن المعرة تنتقل للجميع. هذا واحد. ثانيا، عندنا قاعدة أن هناك فرق بين الاستدامة والابتداء. إذا تزوجها الرجل وهو كفء لها ثم طرأ عليه ما يقدح في الاستدامة، كان يكون قد افتقر، أو أن يكون قد عمل بمهنة وضيعة مثلا وهكذا كزبال ونحوه، فحينئذ نقول ليس للأولياء الفسخ وإنما لها هي للزوجة. إذن فطروء عدم الكفاءة بعد عقد النكاح يجعل الخيار لها، وأما ثبوته قبل عقد النكاح فالخيار للأولياء كلهم سواء كانوا قريبين أو بعداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ يتكلم في المحرمات، أخذها بسرعة. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت وأخت مطلقة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. نعم، هذه المحرمات بالنسب، وهي في الآية أن الأم وأمها والبنت وبنات الأبناء وبنات البنات، وإن سفلنا والأخت مطلقا شقيقة ولأب أو لأم، وبناتها أي وبنات الأخوات جميعا، وبنات ولدها أي وبنات ولد الأخت وإن سفلت، وبنات كل أخ شقيق أو لأب أو لأم، وبناته وبنات ابنه وبنات بنته كذلك، والعمة والخالة مطلقا أي سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، كلهن محرمات للنسب. نعم. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. نعم، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من رضاعة ما يحرم بالنسب. هذا على سبيل الجملة، استثنى العلماء صورتين أو استثنوا جملتين فيهما أربع صور، نأخذها على سبيل السرعة. يقول: إن ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه. أما أم أخيه وأختي نفس الشيء، أم أخيه وأم أخته سواء. أما أم أخيه فتحت من صورتين، ركزوا معي. أم أخيه من الرضاع، رجل ارتضع معه آخر من أمه هو، فنقول أم أخيه من الرضاع ليست حراما عليه. طيب، أم أخيه أيضا تحتمل شيئا آخر، أن يكون أخوه من النسب أمه من الرضاعة، فليست حراما عليه كذلك. هاتان صورتان أخذناها من قوله أم أخيه، أي أم أخيه من الرضاعة وهي أم من النسب، أو أم أخيه من النسب وهي أم من الرضاعة، ليست حراما عليه. الأمر الثاني: أخت ابنه، فابنه من الرضاعة، أمه من النسب، ليست حراما عليه. أخته من النسب ليست حراما عليه، وكذلك العكس، فابنه من النسب أخت ابنه
من الرضاعة ليست حراما عليه. هذه صور أربع جمعت في مثالين جمعها بعض المتأخرين، وهي من حيث المعنى صحيحة، لكن يمكن نقول إنها ليست داخلة في القاعدة لأنها مستثنات معنى آخر. نعم. لماذا أوردت هذه للفائدة؟ لأن أحد العلماء المتأخرين من فقهائنا ألف رسالة كاملة مطبوعة في شرح هذه المسألة، لأنها أشكلت على الطلبة. ما معنى أم أخيه وأخت ابنه؟ كيف فهمها في الطريقة ذكرت لكم؟ ألفت فيها رسالة كاملة، وهو الشيخ ابن حجي من علماء القرن قبل الماضي ألف فيها رسالة كاملة. نعم. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون. نعم، قال يحرم بالعقد أي بمجرد الإيجاب والقبول حلائل عمودي النسب، يعني زوجات الآباء وزوجات الأبناء. نعم. وأمهات زوجاته وإن علون. نعم. وبدخوله أي بالعقد مع الدخول تحرم الربيبة، وهذه المحرمات بالعقد وبالدخول هذه تسمى المحرمات بالمصاهرة. وقول المصنف يحرم بالعقد خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن العلماء يقولون كل وطئ سواء كان بعقد صحيح أو بعقد فاسد أو بعقد باطل أو كان الوطء محرما كزنا فإنه تحرم به حلائل عمودي النسب وأمهات الزوجة والربيبة. هذا قول فقهائنا مطلقا كل عقد. وبقوله وبدخول يعني نعم، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. نعم، الربيبة هي بنت الزوجة، سميت ربيبا باب غالب الحال ولا يلزم أن تكون في الحجر. بنتها وبنت ولدها وإن سفلت لأنها تابعة له. نعم. وإلى أمد أخت معتدته. النوع الثالث محرمات المحرمات لأمد، أولها أخت معتدته، من طلق امرأة وما زالت في عدتها فإن أختها محرمة عليه، لا يجوز له أن يتزوج أختها. وزانية حتى وزوجته تتوب وتنقضي عدتها، أي ما دامت زوجته أخته يحرم عليه، وأن تجمع بين الأختين. قال وزانية حتى تتوب. انظر معي، الزانية لها حالتان، ابتداء العقد واستدامته معها. ابتداء العقد على الزانية حرام إلا أن تتوب، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، محمول على ابتداء العقد. الحالة الثانية استدامة العقد، من تزوج امرأة فوقعت في الزنا هل يجب عليه فراقها أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أنه لا يلزم، لكن يجب عليه نفي الولد إن كان هناك ولد. واختار بعض أهل العلم واختار الشيخ تقي الدين أنه يجب عليه مفارقتها لظاهر الآية. إذن عندنا فرق دائما بين الاستدامة والابتداء، ومنها هذه الصورة. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطاها زوج غيره. نعم، بشرطه. قبل الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها، قوله وتنقضي عدتها حتى وإن كان الزنا منه، فلا يجوز له أن يتزوج بها ما دام في عدتها، لأن الولد والنطفة التي حملت بها من الزنا نطفة حرام، فلا ينسب له الولد وإن تزوج من هذه المرأة. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد أن يكون وطئا تاما. وقوله بشرطه أي بعقد صحيح، وأن يكون النكاح نكاح رغبة، وأن يكون وطئا كاملا. نعم. ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. نعم، لا يجوز الزواج الكافر المسلم والعكس، إلا الحرة الكتابية فيجوز. وعلى حر مسلم أمة مسلمة. نعم، يحرم على الحر أن يتزوج أمة مسلمة، لأنه إن تزوجها فأنجبت ولدا فإن هذا الولد يكون قنا، وذلك لا يجوز للمرأة يتزوج أمة. في فرق بين التسري والتزوج، التسري هو أن يملك الأمة وحينئذ يطأها يجوز ذلك، أما الزواج فهو أن يعقد عليها وليست في ملكه. هل يمكن للمرء أن يتسرى ويتزوج؟ سؤال، ممكن؟ كيف؟ ما يمكن أبدا، لأن الأضعف يدخل في الأقوى والملك أقوى. بل لو كان متزوجا أمة ثم ملكها أصبح وطؤه لها بالتسري لا بالعقد. أو نعتقها مسألة أخرى. هذه
هذه مسألة أخرى. طيب، زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا لم يجد طولا، ولذلك قال ما لم يخاف العنت، هذا فقد الطول، يخاف العنت أي عنت العزوبة، يخشى الوقوع في الزنا. قال لحاجة متعة أو خدمة، يعني إما الوقوع في الزنا أو محتاج لعنة العزوبة، يحتاج إلى من يخدمه، المتعة هو خشية الوقوع في الزنا، والخدمة هو الوقوع، يعني هو حاجة خدمته في بيته، فيحتاج إلى امرأة تخدمه ولو كانت زوجة. إذا تزوج الحر أمة فأنجب ولدا أو بنتا فإن الولد ينسب إليه فيكون فلان ابن فلان، لكنه يكون قنا إلا في حالة واحدة، إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن ولده منها حر فيكون حينئذ حرا. ولذا قد يكون بعض الأقنى معروف نسبه، أحد فقهاء الحنفية المشهورين له كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين اسم السمناني، هو ذكر أنه عربي صريح النسب لكنه قن اعتق، سببه ربما هذا أو غيره إن صح ما نقل عنه. نعم. ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم، تقدم طول الحرة يعني لا يستطيع المهر، وثمن الأمة أن يتملكها. نعم. وعلى عبد سيدته. نعم، لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته لأن الملك أقوى. وعلى سيد أمته وأمة ولده. نعم، لا يجوز له أصلا ما حتى لو أراد أن يعقد عليها لا ينعقد، لأن وطأه لها وطء بالملك، وأمه أمة ولده كذلك لأنها في ملكه. وعلى حرة قن ولدها. نعم، نفس الشيء. نعم، نفس الحكم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم، يقول شيخ ومن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. الحرمة هذه قد تكون لأجل النسب وقد تكون لأجل السبب، فمن كانت عنده أمتان فوطئ إحداهما ليس له أن يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه أو يترك وطئها ويستبرئها. قال إلا أمة كتابية، فإن الأمة الكتابية لا يجوز زواجها من الحر لكن يجوز وطئها من مالكها المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، والشروط في النكاح نوعان. نعم، صحيح. هذا الفصل من أهم الفصول وهو متعلق بشروط النكاح. قال هو نوعان صحيح وفاسد، بدأ بالصحيح فقال صحيح كشرط زيادة في مهرها. نعم، الصحيحة كثيرة جدا، بعضها متعلق بالزوج وبعضها متعلقة بالزوجة، والمتعلق بالزوجة نوعان، شيء يتعلق بالمال ضرب له المصنف مثالا قال كشرط زيادة في مهرها، وشرط متعلق بمصلحتها كألا يتزوج عليها ونحو ذلك. الفائدة منه. نعم، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم، قال المصنف فإن لم يفي لها بذلك فلها الفسخ، يعني أن تخلف الشرط يجعل المرأة الخيار بين أمرين، إما أن تفسخ النكاح وإما أن ترضى بإمضائه وتسقط حقها من هذا الشرط، إلا شيئا واحدا وهو الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره، فإن الشروط المتعلقة بصفة المال وقدره إذا فسخ النكاح بقي في ذمة الزوج. وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء. نعم، الفاسد من الشروط في النكاح نوعان، فاسد يبطل وفاسد لا يبطل. فأما الفاسد الذي يبطل فهو أحد أمرين، إما الذي ورد النص بالنهي عنه والتحريم، أو الذي يخالف حقيقة العقد وينقله عن أصله. أولها نكاح الشغار. نعم، نكاح الشغار سمي بذلك تشبيها له بالكلب، لأن الكلب إذا أراد أن يبور رفع رجله فقالوا شغر الكلب، وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فخلي عن المهر ورتب عليه نكاح التزويج معا. نعم. والمحلل. والمحلل هو الذي تزوج امرأة ليحلها للأول، والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة ولا وليها. والمتعة. نعم، والمتعة وهو نكاح المتعة وهو أنواع. النوع الأول أن يتزوجها وينص على أنه متعة، تزوجتك متعة. النوع الثاني أن يكون مؤقتا، تزوجتك شهرا. النوع الثالث أن يتزوجها وأن يعلق في الزواج الطلاق فيقول تزوجتك وأنت طالق بعد شهر. النوع الرابع أن يتزوجها ثم يعلق الطلاق على أمد في مجلس العقد فيتزوجه ويتم العقد، وقبل أن يتفرق يقول هي طالق بعد شهر، هو متعة. الأمر الخامس أن يتفق ويتواطأ على الطلاق وإن لم يذكره
فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمعلق على قال رحمه الله تعالى: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم، قول المصنف والمعلق على شرط، أي أن النكاح إذا علق على شرط غير مشيئة الله عز وجل فإنه لا ينعقد، مثل أن يقول فلانة زوجتك فلانة إن رضيت أمها، فحينئذ نقول لا يصح، بل لا بد أن يكون العقد منجزا لخطورة هذا العقد، فإنه لا يقبل التعليق، لأن العقود نوعان: عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق، كما أن العقود أيضا الفسخ بعضها كذلك. نعم. وفاسد لا يبطله. نعم، بدأ نتكلم عن النوع الثاني من الشروط، وهو الشروط التي لا تبطل عقد النكاح، وضابطه أن كل شرط خالف حقيقة العقد أبطل العقد، وكل شرط خالف مقتضى العقد فسد ولم يفسد العقد. وذلك الأمثلة التي سيريدها المصنف هي في الحقيقة من مقتضيات العقد وليست من حقيقته. أولها كشرط ألا مهر. قال كشرط ألا مهر، المذهب المشهور أن المهر من مقتضيات العقد وليست من أركانه. قلت المذهب لأن الرواية الثانية أنهم يرون أن المهر ركن، أن المهر ركن فيه. فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أو اشترط عليه ألا مهر بينهما، فنقول إن العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل، فيكون حكمها حكم مفوضة فلها مهر المثل. أو لا نفقة. نعم، مقتضيات العقد النفقة، بمعنى أن ينفق الزوج على زوجته، فلو اشترط عليها ألا نفقة صح العقد ولزمته نفقتها. أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. نعم، من مقتضيات العقد القسم، إذا كان للرجل نساء عدة فحينئذ لو اشترطت هي أن يزيد في قسمها أو اشترط هو أن يعطيها قسما أقل من ضرائرها فإن هذا شرط باطل ويجب عليه العدل بينهن في القسم. ومثله أيضا نقول في المبيت، ولم يذكر المصنف ذلك، فإن من مقتضيات العقد المبيت، وهو أن يبيت عند الحرة ولو كان ليس له إلا زوجة واحدة وجوبا كل 4 ليال ليلة ما لم يكن غائبا، وإن كان مسافرا ألا يغيب عنها أكثر من 6 أشهر وهو نصف العام. ومثله أيضا مقتضيات العقد الوطء، ومقتضيات العقد الولد، فلو اشترط أو اشترطت عليه ألا ولد بينهما فالشرط باطل والعقد صحيح. نعم. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فلها الفسخ. نعم، فله الفسخ بهذه الجملة لأنها فاصل بين عيوب النكاح وبين الشروط، فمن اشترط صفة معينة في المرأة فبان خلاف ذلك فله فسخ النكاح به، كان يشترطها بكرا أو طويلة أو سميعة فبانت لا تسمع، فإنه حينئذ له فسخ النكاح. أظن نقف هنا لأن الإقامة أوشكت، تأخرنا قليلا في درس المغرب، لكن غدا إن شاء الله نكمل الباقي بسورة أسرع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.